دشن الدكتور صلاح طاهر الحاج مدير عام بلدية الشارقة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها البلدية في مجال المواصلات والنقليات والتي طبقت اعتبارا من اليوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتطوير الخدمات المقدمة للجمهور والارتقاء بمستوى هذه الخدمات إلى أرقى المعايير وتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية على مستوى الإمارة. فيما يمثل قفزة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها بلدية الشارقة لعملائها، أطلقت البلدية برنامج الخدمات الإلكترونية الجديدة في مجال المواصلات والنقليات بهدف تطوير الخدمات المقدمة للجمهور والارتقاء بمستوى هذه الخدمات إلى أرقى المعايير وتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية في الإمارة. الإعلان عن ذلك جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور صلاح طاهر الحاج مدير عام بلدية الشارقة بحضور عبد الرحمن المحمود مدير إدارة المواصلات والنقليات وأحمد خلف المزروعي صاحب الشركة المنفذة للمشروع ومساعدي المدير ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وحشد من الموظفين والإعلاميين. وفي المؤتمر الصحفي أعلن الدكتور صلاح طاهر الحاج مدير عام بلدية الشارقة عن انتهاء البلدية من تطوير مشاريع الخدمات الإلكترونية اي سيرفيس، والذي يأتي من منطلق أهمية العمل البلدي ومواكبته خطى التنمية المتسارعة التي تشهدها إمارة الشارقة. في إطار خطة التطوير في بلدية الشارقة قمنا بوضع استراتيجية فيما يخص تقديم الخدمات الإلكترونية في لكافة الخدمات في بلدية الشارقة، واليوم نحن نشهد انطلاق الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات المواقف العامة، وهي من الخدمات الأولى على مستوى الدولة التي تطبق بهذه التقنية الحديثة باستخدام الهواتف المتحركة. وهذه الخدمة حقيقة توفر الكثير للجمهور من جهد ومن وقت، وفيها سهولة ويسر للجمهور في استخدام حجز المواقف في الأماكن المختلفة في إمارة الشارقة. وقال الدكتور صلاح إن برنامج الخدمات الإلكترونية سيعمل على توفير مزيد من قنوات الاتصال مع العملاء من أفراد وشركات ومؤسسات، حيث سيصبح العميل قادرا على تقديم معاملاته ومتابعتها ودفع الرسوم من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني لبلدية الشارقة، وبهذا سيكون العميل قادرا على متابعة كافة معاملاته دون المراجعة في مبنى البلدية، وذلك سيوفر طبعا الكثير من الوقت والجهد بالنسبة له. بدوره أوضح عبد الرحمن المحمود مدير إدارة المواصلات أن النظام الجديد عبارة عن ملصق يتم وضعه على الواجهة الأمامية للسيارة، ويقوم ضابط المواقف بقراءة بيانات الاشتراك عن طريق جهاز نظام المخالفات الرقمي، حيث يستطيع معرفة كل تفاصيل العميل المشترك. الحمد لله رب العالمين، هذه هي الخدمة الأولى لهذا العام تطلقها إدارة المواصلات والنقليات بلدية الشارقة عن طريق استخدام الاي في ار الرسالة الصوتية في الخدمات الإلكترونية، واللي هي ممكن من خلالها حجز موقف للسيارات عن طريق هذه الخدمة. وإن شاء الله قريبا راح يكون هناك خدمات كثيرة راح تنطلق من هذا المبتدأ عن طريق استخدام الاي في ار، يعني اللي هي من الخدمات الإلكترونية اللي تقدمها بلدية مدينة الشارقة للجمهور الكريم. خدمات البلدية الإلكترونية تهدف إلى إيصال خدمات البلدية إلى الجمهور على عكس الطريقة التقليدية التي تحتم على الجمهور الحضور شخصيا للبلدية للاستفادة من خدماتها، خاصة وأن الخدمات الإلكترونية تتسم بالبساطة والسهولة وتوفرها في مختلف الأماكن، إضافة إلى عدم التقيد بأوقات الدوام الرسمي للاستفادة من الخدمات.